بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إحياء للذكرى 59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية واليوم الوطني للشهيد الفلسطيني، أرادت جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد أن تحيي هذا اليوم في إطار منتدى الذاكرة الذي ننظمه أسبوعيا. وبالمناسبة باسمكم جميعا أرحب بالأخ بشير أبو حطب، نائب سفير دولة فلسطين بالجزائر، وكذلك الأستاذ إسعد قدري ابن المرحوم صديقنا وزميلنا في النضال عمر قدري، رئيس لجنة الأخوة والصداقة الفلسطينية الجزائرية. وطبعا شرف كبير أن يحضر معنا سعادة سفير جمهورية اليمن الشقيقة كضيف شرفي لهذا اللقاء، وطبعا الحضور الكريم دكتور محمد الحسن زغيدي، الإخوة أعضاء اللجنة للذاكرة الجزائرية الفرنسية، الأستاذ عبد المجيد شيخي أستاذنا الفاضل، السيد ممثل معالي وزير المجاهدين وذوي الحقوق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوة الصحفيين مجاهدين الإعلاميين، مرحبا بكم في هذا اللقاء. طبعا شرف كبير باش تعود معنا الأخت فريدة للتنشيط الأسبوعي لهذا المنتدى، وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحمنا لأرواح شهداء فلسطين وشهداء الثورة الجزائرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستمع النشيدين الفلسطيني والجزائري.
إذن مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. هي مناسبة، ولن الموضوع هذا جاء بمناسبة ذكرى 59 للثورة لانطلاق الثورة الفلسطينية وإحياء اليوم الوطني للشهيد الفلسطيني. أردنا أن نخصص المنتدى ولو كمبادرة رمزية، لأننا تعلمنا في كل سنة نحيي كل المناسبات الوطنية سواء ثورية أو وطنية فلسطينية، وهذا حسب ظروفنا. يعني في كل المناسبات عمرنا ما تخلينا على القضية الفلسطينية، وعمرنا ما سنتخلى عنها في كل ظروف وفي كل أحوال. وهي مناسبة لنؤكد كذلك بأن هذه السنة معروف بأن في اليوم الوطني للشهيد الجزائري 18 فبراير كل سنة نعمل أسبوع ثقافي تاريخي، وهذه السنة سيكون تحت شعار أبناء الشهداء يتذكرون ويتضامنون مع إخوانهم الفلسطينيون. وستكون لنا عدة لقاءات وندوات وعملية نشاطات رياضية وثقافية وفنية في إطار الأسبوع. ربما خلال الأسبوع القادم إن شاء الله سنعطيكم تفاصيل هذا الأسبوع. طبعا هي مناسبة يحضر معنا شرفيا المجاهد محمد طاهر عبد السلام، اللي هو رفيق الرئيس الراحل ياسر عرفات، اللي كان مرافق له في عدة مناسبات وشاهد حي على انطلاقة الثورة الفلسطينية وكل المراحل اللي عشتها وتعيشها القضية الفلسطينية. فكان بمناسبة إعلان دولة فلسطين كان كرم الحاج محمد طاهر عبد السلام من طرف سفارة دولة فلسطين أو الجالية الفلسطينية بالجزائر عبارة عن شجر الزيتون. هذه الشجرة ستغرس في الأوراس إن شاء الله، وستغرس يوم 16 فبراير بمناسبة اليوم الوطني الشهيد في عملية اللي راح يكون يوم لتشجير تخليدا لشهداء الثورة الجزائرية وكذلك تخليدا للثورة الفلسطينية في الأوراس إن شاء الله، من بين يعني النشاطات اللي راح تكون خلال الأسبوع هذا. فبدون إطالة أرحب بأخينا سي بشير أبو حطب، وهو نائب سفير دولة فلسطين في الجزائر، ونقدر نقول ممثل للشعب الفلسطيني في هذه المناسبة، ليتفضل بكلمة افتتاحية مشكورة. شكرا سيد عباد. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا. نشكر السيد محمد عباد الأخ الصديق والعزيز. نرحب بالحضور جميعا، سعادة السفير الجمهورية اليمنية الشقيقة السيد عبد المجيد شيخي رئيس اللجنة الوطنية للذاكرة، السادة المجاهدين، السادة الحضور كلهم باسمه، صديقي الأستاذ أسعد قادري رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الفلسطينية، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اليوم. ونحن نستذكر الذكرى 59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ويوم الشهيد الفلسطيني، ونحن إذ نستذكر هذه الذكرى في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لمحاولات إبادة ومحاولات اجتثاث ومحاولات اقتلاع من أرضه، ومحاولة أخرى لإيقاع نكبة جديدة به لكي يتم تنفيذ مخططات قديمة حديثة يتم استحضارها كل فترة من الزمن في محاولة لتهجير شعبنا وتدمير مقوماته السياسية ومقوماته وبناه التحتية. من ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في الوقت الحالي هي يسميها البعض خطأ حرب إبادة أو حرب لا ينطبق على ما يحدث كلمة الحرب. الحرب تكون بين جيشين، الحرب لها قواعد وقوانين وأخلاقيات
إنما يحدث هي ممارسات جرمية تقوم بها عصابات تدعي أنها دولة، يقوم بها مجرمين لم يتركوا جريمة إلا واستخدموها، لم يتركوا وسيلة من وسائل الذبح والقمع ولا قانون إلا داسوا عليه، جميع القوانين والمواثيق والأعراف داسوا عليها بكل وقاحة. بالأمس يتطاولون على قرارات محكمة العدل الدولية ويدعون أنهم فوق القانون، حتى على الحلف الذي يقف إلى جانبهم عندما يعترض على بعض الممارسات تطاولوا أيضا على الداعم الأول لهم والولايات المتحدة الأمريكية، والتي بكل وقاحة وصلف أعطتهم منذ بداية هذه الحرب، أعطتهم الضوء الأخضر لإبادة شعبنا وحمتهم من أكثر من قرار في مجلس الأمن لإدانة ما يقومون به. ولا زالت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأغلب الدول الفاعلة في الغرب المتغطرس المستعمر تدعم هذا الكيان الغاصب بما يقوم به. لا أريد أن أدخل في تفاصيل الحديث عما يحدث، فجميعكم تعلمون وترون ما يحدث على مدار الساعة وعلى شاشات التلفاز. ما يحدث هو إبادة، هي حرب استئصال، ولكن شعبنا يقول وكما قالها في كل مرة يرفض الموت، يرفض الاندثار، يرفض أن يتم تجاوز حقوقه. في هذا اليوم ونحن نستذكر ذكرى الثورة الفلسطينية جدير بالذكر أن نتطرق لأهمية ما أنتجته لنا الثورة الفلسطينية من جسم سياسي، ومهمة الدفاع والحفاظ على هذا الجسم السياسي الذي يحاول البعض الآن القفز عليه وتدميره. عندما حدثت نكبة الشعب الفلسطيني في عام 48 كان من أهم أسباب هذه النكبة عدم وجود جسم سياسي يتحدث باسم الشعب الفلسطيني ويضم في جنباته مكونات وفئات الشعب الفلسطيني. ومن أهم إنجازات الثورة الفلسطينية أنها أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية كعنوان وقلعة سياسية للشعب الفلسطيني، والتي استطاعت أن تنتزع اعتراف العالم والاعتراف العربي والاعتراف الدولي بها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وكمنظومة سياسية يحتمي تحتها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفي كل أماكن وجوده. وهنا من الأهمية بمكان أن نعلم أنه منذ إدارة ترامب ومنذ الإدارات الإسرائيلية المتعاقبة لم تألو جهدا في محاولة تدمير منظمة التحرير الفلسطينية وخلق بدائل عنها ومحاولة القفز عليها لكي تترك الشعب الفلسطيني نهشا لقطعان الذئاب خارج أي إطار سياسي يجمعه. ولا زالت المحاولات مستمرة، ولا زالت المحاولات حثيثة من أجل تدمير منظمة التحرير الفلسطينية، سواء من محيطها الإقليمي أو من المحيط الدولي أو من الممارسات الإسرائيلية، وسواء بمحاولة خلق أجسام عميلة موازية أو القفز والتطبيع من خارج إطار التفاهم مع منظمة التحرير. منظمة التحرير الفلسطينية هي الوطن المعنوي والبيت والعنوان السياسي للشعب الفلسطيني، وأي محاولة لتجاوزها أو الالتفاف عليها أو تدميرها هي محاولة مشبوهة ومدانة وغير مقبولة، يجب على الجميع أن يعلم ذلك. فبالتالي الشعب الفلسطيني عندما يتحدثون أن هناك فراغ أو هناك اليوم التالي لغزة، لا يوجد فراغ. غزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية والتي تتبع في ولايتها القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم بصرف جزء من موازنتها على قطاع غزة، يعني جزء من أراضي الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية 242 والقرارات واتفاقيات أوسلو والاتفاقيات التي ارتلتها. أراضي 67 هي أراضي الدولة الفلسطينية اللي هي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وبالتالي أي حديث خارج هذا الإطار هو نوع من العبث ونوع من محاولة الحديث في شيء غير قائم فعلا. السلطة الوطنية الفلسطينية موجودة في غزة لاحقا وسابقا وستظل، عناصرها الأمنية، عناصرها الإدارية، النفقات للتعليم والصحة وفواتير الكهرباء والمياه والعلاج تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية والتي هي أحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية.
يعني أنا أشرح بنوع من الاستفاضة، لأنه يعني قد يغيب عن البعض بعض المصطلحات التي تستخدم والتي تروج لها. نحن أمام آلة إعلامية يعني مدعومة بملايين الدولارات، مهمتها التركيز على محاولة خلق رأي عام مناقض، وحسب ما يريد من يرغبون بحرف البوصلة أو بتوجيهها بالاتجاه الخاطئ، ومحاولات للقفز فوق الجراح، ومحاولات تجاوز الآلام، ومحاولات خلق رأي عام وبيع الأوهام. ما يحدث أيها الإخوة هو بيع للأوهام ورقص فوق الجراح، إن الشعب الفلسطيني يتألم، الشعب الفلسطيني يقاسي، الشعب الفلسطيني يعاني. محاولة القفز فوق ما يحدث وبيع انتصارات وهمية وبيع معارك وهمية، هذا الكلام لن يكون له إلا مردودا عكسيا. يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. هناك شعب أعزل، لا يوجد هناك تكافؤ في الحرب القائمة، يتم طحن هذا الشعب الأعزل من قبل آلة عسكرية عنيفة، وعجز حتى الآن العالم عن الوقوف بجانبها. خسرنا آلاف من الشهداء، خسرنا آلاف من أعزائنا من أحبائنا. لا، هذا ليس انتصارا يا أخوان. صحيح أن كل ثورة لها شهداءها ولها ضحاياها، ولكن يجب أن نكون منطقيين وواقعيين. بمقابل ماذا؟ إذا كان هناك أي إنجاز لهذه الحرب فنحن نرحب بهذا العدد الكبير من الشهداء، ولكن إذا كانت النتيجة ترحيل الشعب الفلسطيني وتدمير مقدراته فهي مرفوضة ولم يكن لها أي إنجاز. دعوني وأترك الأمر لوعيكم. سأتلو عليكم رسالة وردتني من أحد الإخوة في قطاع غزة، ما هو وهو يعاني، وأنا أجد على لزاما علي أن أنقل رسالته لأنه هو الذي يعاني تحت القصر. هي لغة بالعامية ولكن ستفهمونها. اللي انهدم في غزة مش البطون والحجارة فقط، اللي انهدم في غزة الإنسان بكل تفاصيله، بعيدا عن الشعارات الرنانة والكلام الفارغ. اللي ما بيطعم عيش يعني ما بيأكلش خبز، اللي ما بيطعم عيش ولا بيأمن من خوف ولا يؤمن خيمة ولا بيجيب علبة تونة ولا بيرجع الأقصى. الإنسان بينهدم، نعم بينهدم، بينهدم فعليا مش نظريا. لما يموتوا كل أهله قدام عينيه طبعا راح ينهدم، إلا إذا كان هو عديم الإحساس أو إنسان بلا مشاعر. لما يفقد ابنه أو بنته ضناه وأغلى حاجة في حياته راح ينهدم. لما بيتشرد في الشوارع هو وهو مش ملاقي الأكل، لا هو ولا أفراد أسرته، راح ينهدم. لما كرامته تنحرق قدام عينيه وينذل في مراكز الإيواء ومدارس اللجوء مع أسرته وزوجته وبناته، راح ينهدم. لما يتقطع شقف ويفقد يديه وأرجله ويتحول لمعاق وعالة على المجتمع وعلى أهله، راح تكون الحياة، راح يكره الحياة وراح ينهدم. لما ينهدم بيته في لحظة، اللي طول عمره قعد يلملم القرش على القرش وينكوي بنيران القروض حتى بنى هذا البيت وانستر فيه وانهدم أمام عينيه، راح ينهدم. راح ينهدم الإنسان لما يعيش الخوف الحقيقي والرعب والقلق تحت الصواريخ والقنابل وما يلاقي أي حل لحالته. راح ينهدم لما تجار الحروب وعصابات الأزمات وحثالات البلد والمرتزقة يتلاعبون فيه وما يلاقي أكل لأولاده، اللي بيموتوا من البرد قدام عينيه في خيمة أشبه بحوش دجاج بناها في الشارع. راح ينهدم الإنسان، نعم دون شك، بس شكله اللي ما عاش ظروفنا مش راح يتخيل انه الانسان بينهدم في كل يوم في مراكز الايواء وفي الشوارع وتحت الخيام التي لا تقي من البرد. بعيدا عن ما تنفخه قناة الجزيرة، هذا هو الواقع، هذا هو من انسان يعاني. لزاما علي ان انقل معاناته علشان ما يوهم. نعم نحن شعب صامد، لا ننكسر، نرفض الموت، ولكن اللي بيحاول يبيع انتصارات وهمية ويسمسر ويتاجر على الدماء ويرقص على الجراح هذا مرفوض. لنسمي الأمور بمسمياتها. يجب أن يظهر العجز العربي والعجز الدولي
ولا يجب أن نغطي عن هذا العجز بالانتصارات الوهمية وببيع الأوهام. لو توقفت الحرب الآن سيجد 1,800,000 مواطن فلسطيني أنفسهم بلا مأوى، أين سيذهبون؟ هذا هو التهجير الذي تحدث عنه نتنياهو والجميع يصمت ويلتف حول الموضوع. هذه أزمة وهذه كارثة وهذه معاناة أضعها أمامكم. أشكر الجميع على هذه المشاركة وعلى إحياء هذه الذكرى. شكرا إن أطلت عليكم، ولكني أتحدث بصدق عما يعاني منه شعبنا. شكرا لكم. شكرا الأخ بشير أبو حطب، وأنا نعرف اللي كان يتكلم من قلبه، كان يتكلم كمواطن فلسطيني، كمواطن جريح فقد عز عائلته الشهيدة، ولهذا لابد. احنا ولاد شهداء عشنا هذا الشيء هذا، ولهذا يعني نحسوا واش معناتها واحد يستشهد ليتم الجوع الاخر. هذا شيء عشناه ونعرفوه كنا ولكن نخلي العشرات من العائلات استشهدوا ربي يرحمهم، وما نبيعوش الاوهام لبعضنا بعض. سي الحاج محمد طاهر مجاهد فنباري وعايش القضية الفلسطينية منذ انطلاقتها، يعني من جانفي 65، وما زال يعيشها بكل جروح تاعه. ولهذا اسمحوا لي باش نعطي أول كلمة للحاج محمد طاهر، ثم نفتح الكلمات الإخوة الحضور. زكي بدل لي برك لي ميكرو لهنا على هذا. لا حاجة لا بالي. لحل قبل ما أحيل الكلمة إلى مجاهد الحاج محمد طاهر عبد السلام، أشير إلى أن العدد القادم من منتدى الذاكرة سيكون الأربعاء القادم، ونعرف الأسبوع القادم سنحتفل بالسنة الأمازيغية 1974 يناير، وحابين نتكلموا شوية على البعد التاريخي والثقافي ليناير في خدمة السياحة والثقافة الوطنية. لابد أن نخرج شوية من يناير كتاريخ أو كحدث، ولكن كيف نستغل هذه الاحتفالات في الترويج للسياحة والثقافة الوطنية. هذا يكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. الكلمة إلى المجاهد محمد طاهر عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. ماذا عسانا أقول؟ أخ محمد، أخي محمد، قلت محمد الطاهر الصديق الشهيدة عرفات. أقول أنا صديق عرفات، وكل فلسطيني يقاوم ويتصدى للاحتلال الصهيوني البارحة واليوم وغدا. حقا كانت لي علاقة وطيدة مع قائد الثورة الشهيد أبو عمار، لأني عرفته من قرب وعرفت مدى صدقه وتفانيه من أجل فلسطين، وهذا جعلني أجعل نفسي تحت تصرفه لما يمكن أن أقدمه لقيد فلسطين
إلى أن وفيت المني. أقول موقف أو شهادة لرئيس عرفات سنة 90. طبعا عرفات قائد الظهور الفلسطينية ورئيس المنظمة ورئيس الدولة سنة 90. قادم وفد من الجهاد الإسلامي بقيادة لما أتذكر الشيخ تميمي إلى الجزائر، وحضروا حتى مع الإخوان مع جماعة الجبهة الإسلامية. بعدها في زيارة لرئيس عرفات استدعاني، قال لي حاج محمد هكذا مين اللي جابهم دو؟ قلت له أنا. قال لي كيف؟ أخ أبو عمار اسمح لي، أنا كل من يحمل بندقية ضد الكيان الصهيوني سأسنده. للتاريخ قال لي أبو عمار حاج محمد أنا مستعد أساعدهم بالسلاح بالمال من خلالك، لأنه هو كان مشاف في موضوع تحضير الغد. هذا أقول وفاء السيد شهيد عرفات للمقاومة ضد الكيان الصهيوني والقوس. أعود وأقول بالنسبة لهذا اليوم يوم الشهيد نفكر شهدائنا في فلسطين منذ طبعا الثلاثينات، وخاصة في لقاء الثورة في يناير 65 إلى 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 شهداء مخيمات في لبنان، إلى شهداء العمليات وشهداء كل الفصائل الفلسطينية وشهداء أحياء. نعم عند الله أحياء. وهنا أقول لما تكلم الشهيد فتح سنة 65 أتكلم على شهداء انطلاقة الثانية القوية، شهداء مارس شهداء عفوا أكتوبر في الماضية، والشهداء اللي سقطوا البارح في غزة، وخاصة شهداء الشعب الفلسطيني المسلحين، شهداء غزة وشهداء الضفة وشهداء كل أرض المحتلة. وهنا أقول إن شاء الله سنبقى أوفياء لشهداء فلسطين وللمتصدين للكيان الصهيوني إلى أن تسترجع فلسطين. يعني تذكرت أقول لكم شهادة من حوالي أسبوعين تقريبا، هذا موش نشكر في الجزائر، أنا مستعد نقدر ننقد السلطة في الجزائر على الخط الوطني، لأن قناعتي أن كل وطني جزائري وفي قيادة فلسطين، هذا المعيار اللي عندي. من حوالي أسبوعين تطبيق قناة روسيا RT على المباشر أعطوني عدة أسئلة، وكان المنشط الأخ المنشط من لهجته مصري. أول سؤال قال لي ما هو موقف الشعب الجزائري والدولة الجزائرية من قضية فلسطين ومن أحداث غزة؟ أنا لا أجامل، قلت له أحمد الله ثلاث على أن الشعب الجزائري الوطني الشعب الجزائري الوطني منذ 48 موقفه لم يتغير بتغير الجهل. وأقول كذلك أعود أقول الحمد لله أن موقف الجزائر شعبا وحكومة لم يتغير في خلال فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعيد أن أشارك أخواننا في جمعية مشعل الشهيد في هذه المناسبة، مناسبة الذكرى 59 لثورة فلسطين،
وأقول لكم أني أنا كنت في الكويت في 45 65، وأنا ما زلت في بدرس في المتوسطة. لما أعلن المرحوم ياسر عرفات قيام يعني منظمة التحرير والنضال، الشعب الفلسطيني يا أخوة، طبعا ما يتم في غزة هذه حرب إبادة، وليس إسرائيل اللي تخططت لها، بس إسرائيل العالم كله، عالم الغرب على رأس أمريكا، عالم الظلم، عالم الحقوق يتكلموا عنه. أنا قلت في لقاء مع بعض، قلتهم يتكلموا على حقوق الإنسان عندهم، لكن إنساننا العربي الأفريقي المسلم لا يسحق، هذا لا يستحق أن يعيش. أنتم تدرون يا أخواننا، أعتقد كبار السندي هم مغاربين لي أو مثلي، أنه في خطة مبكرة جدا قبل 1900، يعني قبل 1900 لتمزيق الوطن العربي، ومن خلال ماذا؟ من خلال الطائفية والحزبية والمذهبية، ولن يخسروا شيء، بيمزقونا، وبدأوا الخطة الآن تنفذ، ليست من الآن، خاصة الشرق الأوسط الذي عليه العين، وكذلك طبعا وصولا إلى شمال أفريقيا وكل البلدان. فما يتم في غزة هو طبعا حرب ليست حرب فعلا، هي إبادة، تدمير، لم يحدث على وجه الأرض مثل هذا العمل، لا في الحرب الأولى ولا الثانية. ومع هذا يتفرجوا العالم، يتفرجوا للأسف، أنا أقولها بصدق، أنا سفير ومثل بلادي، واليمن معروف ولا يعني مع القضية الفلسطينية، نحن منذ يعني من نعومة أظافرنا ونحن مع الثورة الفلسطينية، وثوراتنا كلها مع الشعب الفلسطيني، واستوعبنا لله الحمد معسكرات وأماكن بعد الحدث اللي طبعا المأساة اللي حصلت في لبنان في الشمال والجنوب قبل الوحدة. نحن نقول أنه في 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 ما يحدث يعني لا يجب أن نسكت عنه، لكن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، ثم إرادة القوى. نحن كعرب ومسلمين، العرب بالدرجة الأولى، لم نكن في مستوى الحدث، وهذا أنا أقوله، أنا مسؤول عن نفسي وأنا مسؤول سفير بلدي، لكن بلدنا الحمد لله أنها قدر إمكاناتها يعني واقفة مع الشعب الفلسطيني. وليس الحوثي فقط، تقديري لمن يفهم أن الحوثي يعني بيقاتل مع الفلسطينيين، لا، الشعب اليمني كله مع الفلسطينيين، لكن أقول لكم وأرجو أن بعض يفهم صح، ما غاب الحوثي واستدعى لأمريكا ودول العالم للسيطرة على باب المندب بأمر من إيران. نحن في 73 أغلقنا باب المندب، حرب 73 أغلقتها اليمن وحصرت إسرائيل، الآن دولوه، أو هو يعني ممر دولي صح، لكن ليس مدولا عسكريا كما هو الآن أساطيل العالم الكبير كلهم في باب المندب وبحر العرب، يعني الآن إحنا محاصرين، مش إحنا اللي نحاصر. لا، أقول لكم أن البضائع بدأت من فترة وصلت إلى زيادة الأسعار أو زيادة الجمارك أو أجور النقل 200% زادت بسبب هذه الحالة التي وصلنا إليها. نحن يعني لا نصل من خلال يعني ماذا عندنا؟ أرجو المعذرة يا أستاذ محمد، ماذا عندنا عشان نصل إسرائيل؟ 4 قوارب غرقوا منها 3 في طائرة هليكوبتر واحدة، موتوا 10 والبقية مثلاً 3 هربوا. إيش عندني علشان أنا أتحدى العالم؟ لا أقلل من الروح التي لدى اليمنيين بغض النظر عن السلطة التي تديرهم في بعض المحافظات، ولكن هذا الأمر ما هوش يعني ما راح يفيدنا، لكن هكذا تريد القوى الشر وعلى رأسها إيران. نحن نعاني من إيران معانا لا يعانيها أي شعب، من خلال دعم الحوثة الذين انقلبوا على السلطة، وإحنا كنا عايشين في دولة ديمقراطية وعندنا حوار دار ما يقارب سنة، وخرجنا بوثيقة للدولة الاتحادية وفترة انتقالية انتخابات تتم، وخرجنا من المازق التي وقعنا فيه مع علي عبد الله صالح الرئيس السابق، ومع هذا انقلبوا على كل هذه الأمور، والآن نحن للأسف
لا أخفي عليكم، اليمن أصبح ميليشيات في كل مكان، ميليشيات يعني لا ليست بس الميليشيات الحوثية، لدينا أيضا معسكرات في الجهة الغربية من البحر الأحمر وتوالي دول أخرى، ولدينا أيضا أنا من الجنوب ولكني لست مع ما يقوم فيه بعض القوى الجنوبية التي تحاول الانفصال ولا آخره. نحن ندور أن نلتئم على الأقل، إحنا شعب واحد ما التأمنا، فما ذلك أن إحنا نطالب في التئام الأمة العربية أو الإسلامية البعيد كمان. أنا هي ما أعطيك قصص، لكن أنا أريد أن أنتوا الحمد لله كلكم كبار سن ومعطبكم، مع تقديري للشباب وهم عمادنا وهم أساسنا وهم مستقبلنا، مستقبل الأمة، تدركوا يعني ما يدور في كل البلدان العربية. لكن أنا أقول للأسف أكرر أن الصمت القائم خيال ما يدور في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص. أنا أغدر ما تفضل فيه زميلي سفير نائب سفير فلسطين من أن في تضحيات كبيرة، ولكن الشعب الفلسطيني يضحي مش من أمس، وليس في سبب طوفان الأقصى، يضحي من 75 سنة ويدفع الثمن من أين عاشوا ومن استقروا بسبب إسرائيل موجودة. لكن أنا أقول ما تحقق ليس قليلا، إسرائيل لم تعاني ولم تذوق ما يعانيه مواطنها، عايشين برفاهية، ومن يموت يموت من العرب، ومن يقتل يقتل، ومن يشرد يشرد، وهم في دور ورعاية برعاية أمريكا وبايدن. ولم تقول إذا لم تكن هناك إسرائيل لوجدناها الآن، إسرائيل يعني ما هيش المسألة يعني عبثية أو مارة، لا، هذا تخطيط أن هذا القلب يبغى لإسرائيل، قلب الوطن العربي الذي استطاعوا أن يقسموا من النص ويطرحوا الخنجر في خاصرتنا كأمة عربية في فلسطين. فلسطين هي قلب الأمة، قلب الأمة العربية، قلب الوطن، لكن ما نفعل. فعلى كل حال أنا أقول فعلا أنه التضحيات كبيرة، ولكن أيضا تستحق. أنا أقول مع تقديري يعني الكبير يعني لما يعانيه، لكن أكرر وأقول الشعب الفلسطيني دائما هو مضحي ودائما معاني ودائما يدفع الثمن، وهذا الثمن اللي يدفعه الآن في مقابل، يعني في مقابل. اليوم إسرائيليين لم يعانوا هذه المعاناة اللي عايشين فيها يعني بسبب طوفان الأقصى، وما زالوا صامدين، وهذا ليس تقليلا من أي فلسطيني في الضفة في غزة في أي مكان. الفلسطيني يضحي بأولاده ويضحي يعني بأسرته ويضحي بماله، هذا محسوم، لكنه يضحي بأولاده بنفسه وهو مؤمن بالله وواثق. بغض النظر عن الاتماعات السياسية، نحن يد واحدة بإذن الله بقدر ما نستطيع. أنا طبعا أقدر موقف الجزائري الوطني الصادق، ليس اليوم كما تفضلوا بعض الأخوة، فإنما هو منذ أن تفضل الأستاذ القدير منذ أن من 48 قبل أن تقوم ثورة الجزائر، والشعب الجزائري مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته، ونحن كذلك في اليمن لا تجد طفلا أو كبيرا أو صغيرا أو امرأة إلا هي مع الشعب الفلسطيني. نأمل من الله أن يهيئ لنا يوما وأن نجمع شملنا ونواجه هذا القول الفاضح وهذا الظلم الفاضح الذي لا يعني لا لا لا, لا من لا من يعني يرفعه عن المظلومين، ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأشكركم والمعذرة على الإطالة. نقدر نقول كمناضل القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، وكأستاذ ورئيس لجنة الذاكرة للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية، واللي شهد لله والتاريخ أنهم يعملوا نقدر نقول 18 ساعة إلى 24 ساعة في خفاء، والحمد لله اليوم موجودين معنا زملاء وسي عبد العزيز وسي حاشي، هما عملوا كثير والنتائج بدأت تبان كما يقولوا. عدونا بمجموعة من الأرشيف، وإن شاء الله ربي يوفقهم في المستقبل القريب. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. ليس غريب على أرض الشهداء، على أرض التي غسلت بدماء ملايين الشهداء، لأنه كما قيل: وإنا للحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. لا يوجد في التاريخ، ولم ندرس في صفحات التاريخ، ولم نجد جملة واحدة توحي ولو إيحاء بأن شعب حررته شعوب أخرى، كانت شقيقة أو صديقة، بل كل شعوب العالم التي هي اليوم حرة دفعت الثمن غالي، خاصة تلك الشعوب التي منيت باحتلال استيطاني كما تعاشته الجزائر وعاشته جنوب إفريقيا وتعيشه اليوم فلسطين المحتلة. ولذلك الشعب الجزائري منذ مطلع القرن، منذ سايكس بيكو كان علماء الجزائر استنكروه، ومنذ هذا قبله هذا التقسيم ووعد بلفور من قبل كان علماء الجزائر أيضا استنكروه، وسايكس بيكو كانت الجزائر باللون الأزرق في التقسيم، كنا في اللون الفرنسي، وكانت فلسطين في اللون البريطاني. ولذلك كان هذا التقسيم قسم قلوبنا كما قسم يعني أراضينا. فعلا الشعب الجزائري منذ مؤتمر القدس 1920 كان وفدا يمثل أعيان الجزائر وعلمائها في هذا المؤتمر من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية. ومن ذلك الحين وكل صحافة الإصلاح والصحافة الوطنية الجزائرية من سنة 24 وهي إلى غاية 54 كانت تطرح القضية الفلسطينية وأخبار فلسطين. كذلك أيضا لا يوجد عائلة جزائرية، أقول لا توجد عائلة جزائرية على مستوى التراب الجزائري لم توقف في أملاكها وأرزاقها إلى القدس الشريف. فالوقف في الجزائر إلى القدس ومكة دائما كوصية متداولة في أفراد الشعب الجزائري. كذلك أيضا بعد إعلان قيام الدولة الصهيونية هنا اتحدت الأحزاب الجزائرية في ماي 48 وشكلت جمعيات للدفاع عبر كامل المدن الجزائرية وهي تحت الاحتلال لجمع التبرعات من أجل مناصرة إخواننا في فلسطين. كل الثورات الفلسطينية العربية أو العربية الفلسطينية أو الفلسطينية الفلسطينية إلا وأبناء الجزائر كانوا شركاء فيها. ناهيك عن الجزائريين الذين هاجروا مع الأمير عبد القادر، ناهيك عن الجزائريين الذين ذهبوا كقوات مع الفرنسيين يعني جندتهم تحت التجنيد الإجباري وفقا لقانون 1912 تجنيد الإجباري للجزائريين، وذهبوا إلى الشرق الأوسط انفروا من الجيش الفرنسي وانضموا إلى الجيوش العربية وبقوا هناك في القدس وفي كثير من المدن الفلسطينية. هناك الكثير من العائلات الفلسطينية هي من أصول جزائرية، هي اليوم من أصول جزائرية. هناك اليوم في معركة غزة العديد من أبناء الجزائر شهداء على أرض غزة. كذلك اليوم أيها السادة هذه الحرب التي قامت
وهذه التخطيط الذي كان من أجل تقسيم فلسطين سواء أو تهجير الشعب الفلسطيني بتواطؤ عربي مع كل أسف، سواء قامت الثورة في غزة أو لم تقم، كان هذا التقسيم سيكون، وكان هذا التهجير سيكون، وكان هذا التواطؤ سيكون، وكانت صفقة القرن مبنية على هذا الأساس. ولذلك اليوم لما قامت نخبة من أبناء فلسطين، لا أفرق بين الفلسطينيين، كلهم اسمهم فلسطين، ولذلك لم تذق إسرائيل عبر تاريخها عبر حروبها ما ذاقته خلال 90 يوم هذه الأخيرة، لم تذق أبدا في تاريخها، لم تتجرع أن يموت لها أكثر من 4000، لأن الأرقام الحقيقية ليست تلك الأرقام التي تدعيها بأن عدد القتلى من ضباط وجنود بلغ 500 ونصف، بل حتى هذا الرقم إذا سلمنا به لم يحدث في تاريخ فلسطين أبدا، لم يحدث في تاريخ اليهود أبدا، بل هو مضروب في 10. هناك الجهات التي تعطي الأرقام الحقيقية، عدد القتلى من الصهاينة من جنودهم فات 4800 قتيل. ولذلك اليوم حينما نرى هذه البطولة الفلسطينية، حينما نرى هذه الشجاعة الفلسطينية، حينما نرى الصاروخ الفلسطيني يدك يعني معاقل العدو الإسرائيلي، حينما كان الإنسان الفلسطيني هو الذي يبيت خائفا وما زال يرتعد، لكن اليوم أصبح متبادلا، حينما ومن أكثر القبة الحديدية إنهم أبناء فلسطين الذين أعجزوا التكنولوجيا الأمريكية المتطورة، رغم الدعم الأمريكي اللامتناهي بالأسلحة المتطورة التي تجرب اليوم على الفلسطينيين، إلا أنها فشلت. لقد فجر من الأسلحة على أرض غزة لوحدها ما يفوق 4 مرات ما فجر في هيروشيما وناكازاكي. إذن أيها السادة، النصر بإذن الله قريب، ولا نستهين بما يقع، ولا نستهين. ولذلك نحن نترحم على كل من يسقط على أرض فلسطين سواء في غزة أو في الضفة، كلهم أبناء شعب واحد، وكلهم أبناء بندقية واحدة. كذلك على كل عربي أصيل يقف ولو بالكلمة، وذلك أضعف الإيمان أن يكون يدعي لإخوانه في فلسطين بالنصر. وأنا أقول لكم بمناسبة هذا اليوم وفي هذا العام، النصر لفلسطين قادم 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 قادم. شكرا. مشي عبد نقول لا باول. شكون انت ونيس؟ تفضل. صديقنا الأستاذ أسعد قادري رئيس جمعية الأخوة والصداقة الفلسطينية الجزائرية، واللي من الآن راه مشارك معنا إن شاء الله في الأسبوع الثقافي القادم، فهو ضيفنا وسيكون ضيفنا من بدعوة من طرف المجاهد سي محمد عبد السلام لغرس شجرة الصداقة ولا الأخوة، أخوة اللي راح تكون في الأوراث الأشم إن شاء الله. فمرحبا بك، والكلمة إليك الأخ يسعد. طبعا أسعد الله صباحكم بعبق الطوى وبعبق أسعد الله صباحكم بعبق فلسطين، عبق الشهداء، رائحة وعطر مسك الشهداء التي تتعطر به فلسطين من جنين إلى غزة إلى القدس إلى أريحة إلى كل مدن فلسطين. طبعا نحن اليوم نحتفي بالذكرى 59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، هذه الثورة الفلسطينية التي حولت الشعب الفلسطيني من قضية لاجئين إلى قضية فلسطين، إلى قضية شعب يحارب من أجل تحقيق ذاته، من أجل تحقيق وطنه. هذا الشعب التي انطلقت على أثرها أول عملية في الفاتح جام في 65، عملية عيلبون،
والذي كان فيها أول شهيد للشعب الفلسطيني للثورة الفلسطينية المعاصرة موسى سلامة الدلكي، الذي استشهد في يوم 7 جانفي 1965، وكان من جرحى عملية عيلبون في 1/1/65، استشهد بعد أسبوع من العملية. وعلى إثر ذلك قررت منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الراحل الشهيد ياسر عرفات في شهر 11/1969 اعتبار يوم 7 جانفي من كل عام هو يوم الشهيد الفلسطيني، احتفاء وتقديرا ووفاء لشهداء فلسطين، لشهداء الثورة الفلسطينية، وخاصة أنه أصبح عدد الشهداء من أول شهيد أصبح عدد الشهداء بالآلاف والمئات. طبعا الآن القضية الفلسطينية تتعرض وشعبنا الفلسطيني لحرب إبادة ممنهج من دولة الإرهاب الصهيوني، وتقودها الولايات المتحدة في استهداف شعبنا الفلسطيني. نحن نؤكد أن الشعب الفلسطيني لديه حقه في المقاومة، والشعب الفلسطيني يقاوم ليس فقط منذ 75 عام منذ النكبة، بل يقاوم من 100 عام منذ وعد بلفور الملعون الذي وعد اليهود بأرض دولة فلسطين. طبعا شعبنا الفلسطيني يبقى حقه في المقاومة متوارث عبر الأجيال، ولم نستسلم ولن نستسلم. طبعا الشهداء كلهم أكرم منا جميعا، وهم وقود هذه الثورة. الثورة الفلسطينية مستمرة من 65 إلى يوم هذا، وما قامت به مقاومتنا الفلسطينية في طوفان الأقصى إلا هو استمرار لثورة الشعب الفلسطيني عبر السنوات، وهي مستمرة إن شاء الله إلى تحرير كل فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس الشريف. طبعا نريد أن نحيي الشهداء القادة وكل شهدائنا وشهداء شعبنا الفلسطيني. رغم الألم والوجع عدد الشهداء ليس بقليل، لكن ضريبة الاحتلال يعني كان جرائم كبيرة. طبعا في هذه الأثناء البارح استشهد قائد فلسطيني، القائد صلاح العروي هو قائد فلسطيني، حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، ونحن نؤكد أن كذلك منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لأنه هي حاضنتنا الوطنية والوطن المعنوي للفلسطيني أينما كان وأينما وجد. وكان دور للجزائر التاريخي في دعم الاعتراف الدولي والعربي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكان الفضل كذلك للرئيس الراحل هواي بومدين في القمة العربية في الرباط عندما خبط الطاولة وقال إن فلسطين هي الإسمنت المسلح الذي يوحد هذه الأمة، وهي الديناميت الذي يفجر هذه الأمة من المحيط إلى الخليج، فنحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. طبعا التمازج والتآخي بين الثورتين الفلسطينية والجزائرية، هو طبعا لا ننسى أن الثورة الفلسطينية انطلقت بدعم وعلى مبادئ الثورة الجزائرية، وهي استمرار للنهج الثوري، وانتصار للثورة الجزائرية في الجزائر كان انتصار للأمة من المحيط إلى الخليج. وعلى إثر ذلك قادتنا المؤسسين من ياسر عرفات إلى خليل الوزير إلى القادة كلهم رحمهم الله المؤسسين للثورة الفلسطينية المعاصرة ساهموا في أخذ أول سلاح، ويمكن الحاج محمد الطاهر أنت أخبر مني بذلك، عندما التقوا مع الرئيس الراحل هواي بومدين كوزير دفاع، ومساهمة من رئيس الأركان الطاهر زبيري، كان أول سلاح شحنة سلاح مخازن الثورة الجزائرية في سوريا انطلقت فيه الثورة الفلسطينية المعاصرة بسلاح جزائري. وبالتالي نؤكد أن لا يمكن كتابة الثورة الفلسطينية تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة بدون أن نذكر فضل الجزائر، وبدون أن لا يمكن أن نذكر دور الجزائري في دعم القضية الفلسطينية في جميع المجالات سواء المسلحة الثورية أو الدورة العسكرية لحركة فتح كانت في الجزائر في عام 64. الجزائر فتحت أبوابها لكل الفلسطينيين سواء التدريب العسكري أو الدراسات الطلابية. طبعا المجالس الوطنية التي عقدت في الجزائر، لا ننسى إعلان الدولة الفلسطينية في 15/11/88 كان على أرض الجزائر. الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كان الدبلوماسية الجزائرية في عام 74 عندما أدخل الشهيد الرمز ياسر عرفات إلى المتحدة بدور جزائري وبطائرة جزائرية وبجواز جزائري. هذا التاريخ المشترك بين الشعبين الفلسطيني والجزائري هذا نعتز به ويجب أن نعززه، وأن منظمة التحرير هي كيانية فلسطينية يجب على الجميع أن يكون لديه مسؤولية
في سواء التاريخي أو السياسي أو الدبلوماسي أو القانوني أن يدعم الوحدة الوطنية الفلسطينية، لأنه انتصار الشعب الفلسطيني الحقيقي هو في وحدته الوطنية. انتصارنا، نحن ننتصر في معارك ونخسر معارك، انتصارنا الحقيقي على العدو هو في الوحدة الوطنية الفلسطينية. ونحن استشهاد القائد صالح العاوي البارحة، النعي، حجم النعي الذي صدر من أبناء حركة فتح، لأنه اعتبرنا خسارته لحركة فتح قبل أن تكون لحماس خسارة لفلسطين جميعها. وبالتالي الوحدة الوطنية هي الأساس، وأتمنى أنا عبركم وعبر الإعلام أن تكون كل الجهود لتوحيد الصف. نحن لا نريد، صحيح حقيقة مثل ما قال النبي، انتصار وهمي، لكن انتصارنا الحقيقي أن نقول لا لأمريكا، أن نقول لا لإسرائيل. شلال الدم الفلسطيني الذي يسقط هو أهم انتصار ليروي هذه الأرض الفلسطينية، لأن هذه الأرض الفلسطينية تقبل الدم الفلسطيني ولا تقبل أي دم غريب عنها، وخاصة الدم الصهيوني المتآمر على شعبنا. شعبنا الفلسطيني الآن صامد على أرضه يعاني. هناك نكبة جديدة حدثت للشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة، حصار للضفة الغربية، حصار للقدس. نحن كذلك نسينا أن الهدف الصهيوني الحرب هي طوفان الأقصى والعدوان على شعبنا سواء في القدس، يعني كان عدد المصلين في المسجد الأقصى يصل إلى 50,000 كل يوم جمعة، الآن لا يصل ولا يمكن أن يتجاوز عدد المصلين 1,000، وهذا مهم أن نضع خطوط حمراء عليه، وأن الاستهداف الصهيوني للمسجد الأقصى والاستيطان والحفريات تحت المسجد الأقصى تزيد وتيرتها من أجل تحقيق هدف جماعة الصهيونية في تدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل. طبعا المؤامرة كبيرة، المؤامرة صعبة، شعبنا الفلسطيني يعاني وهو صامد لوحده للأسف. هناك عجز عربي، هناك نحن في مرحلة الخزي العربي والإسلامي، وهذه حقيقة. نعاني من ازدواجية المعايير للأسف. هذا عالم حقير، عالم ندل، لا يرى إلا بعين واحدة، يرى بعين فقط الصهيونية، واللوبي الصهيوني العالمي هو من يتحكم في الإدارة الأمريكية أو العالم الغربي. نحن نرى عندما حدث يوم 7 أكتوبر كل رؤساء الدول الغربية الاستعمارية، لأنه لا زال فكرهم استعمارية ليومنا هذا، كلهم نزلوا دعما لحكومة الاحتلال، ولكن أين الدعم وأين الصمود من أجل الشعب الفلسطيني؟ العدو الصهيوني يعاني صحيح ويتألم مثلما تألمنا، وهو يعني حدث عدد ضحاياه وعدد قتلاه بالآلاف، لكن كذلك عدد شعبنا يتألم ولكن صامد لوحده. العدو الصهيوني يتلقى دعم بحري وجوي مفتوح من أمريكا، يتلقى دعم بحري وجوي من الاتحاد الدول الغربية، من الاتحاد الأوروبي، هذا شيء واقع. لا ننسى أنه من يقاتل مع العدو هناك مرتزقة، ولكن هناك جنود فرنسيين، جنود بريطانيين، جنود أمريكان يقاتلوا ضد الشعب الفلسطيني، وهذا واقع، هذا كل يجب أن يتركز عليه. طبعا أنا كمواطن فلسطيني وكممثل الحالة الثورية الفلسطينية سواء الشبابية أو سواء الوطنية، نحن نؤكد استمرار الشعب الفلسطيني في مقاومة كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني. وما يحدث الآن هو دليل أن الفلسطيني مستمر في ثورته إن شاء الله حتى النصر. أنا أريد أن أفتح قوس، وأطلت عليكم الإخوان، أنتم في لجنة الذاكرة وهذا شيء رائع. أريد أن أفتح قوس أهمية دراسة موضوع الجزائريين في فلسطين، وأن تطالبوا بأرشيف القنصلية الفرنسية، خاصة كانوا يعتبروا كمواطنين فرنسيين في فلسطين، وهذا مهم هذا الجانب، لأن هناك عائلات جزائرية كثيرة في فلسطين، في القدس، في حي، في 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 صفد، في شمال فلسطين، في الجليل الأعلى. طبعا لا ننسى كذلك، وأهم شيء يجب أن يذكر هو الوقف الإسلامي الجزائري أو المغاربي، نؤكد المغاربي بالألف، لأنه هذا الوقف سيدي مبدئ شعيب الغوث الذي مثل الحاضنة الثورية الحقيقية والتاريخية، امتداد التاريخي للجزائر في فلسطين، الذي شارك وقاد جموع المغاربة وجموع الأفارقة مع صلاح الدين الأيوبي وساهم في تحرير مسجد الأقصى، وهو يسمى سيدي مبدئ ذو القبرين لأن يده مدفونة وقطعت، وهو يحمل الراية في المسجد الأقصى قطعت ودفنت في القدس، وعاد إلى الجزائر ودفن في مدينة تلمسان ليؤكد أن المسيرة إلى القدس لا تنتهي، بل بالعكس ليجدد مسيرة الشعب الجزائري نحو القدس. وكذلك عندما حدثت النكبة، الجزائر كانت تحت الاستعمار صحيح، لكن
جمعية العلماء المسلمين حتى القائد الوطني مصالح الحاج كلهم أنشأوا جمعية إغاثة شعب فلسطين، وكانوا يتواصلون مع القائد الفلسطيني والزعيم الفلسطيني آنذاك مفتي القدس أمين الحسيني، وأرسلوا له مساعدات عينية. يعني كل هذا يؤكد على مدى الترابط الشعبي والأخوي بين الشعبين الفلسطيني والجزائري على امتداد التاريخ، وأن مصيرنا واحد وتاريخنا واحد وهدفنا واحد إن شاء الله وتحقيق فلسطين. أريد كذلك أن أضيف قوس على مناسبة يوم الشهيد. في عام 1965 يبدو في آخر سنة 1965 التقى الشهيد القائد ياسر عرفات والرئيس محمود عباس آنذاك بالقائد الوطني محمد خيطر، وقام بمساهمة مالية للثورة الفلسطينية، وكان على إثر هذه المساهمة إنشاء مؤسسة الأسرى مؤسسة الشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية. خاصة بعد انطلاق الثورة الفلسطينية كان لدينا عدد كبير من الشهداء والجرحى، فكان يجب أن نقوم برعاية أهاليهم، فهذا الدليل على التآخي كذلك من القائد الوطني محمد خيطر رحمه الله. ويمكن الكثير يخفى عنها، وأنا سمعت هذه القصة من الرئيس محمود عباس، وأنا أريد أن أؤكد كذلك لأني أسمع قلائل من هنا وكثير من القيل والقال. إخواني الأعزاء، الرئيس الراحل ياسر عرفات استشهد على ثارة فلسطين من أجل تحرير فلسطين، ولا يوجد أي قائد فلسطيني إلا هدفه تحرير فلسطين، سواء الرئيس محمود عباس أو القيادة أو حركة فتح أو حركة حماس، كل فصائلنا العمل الوطني والإسلامي كلها نحو تحرير كل فلسطين، رغم ما يحاك هنا هناك، لكن واقعنا صعب وليس بسهل، ولكلنا مشاريع شهادة من أجل فلسطين. وشكرا لكم، وعاشت الجزائر وعاشت فلسطين وعاشت الأخوة الفلسطينية الجزائرية، ورحم الله شهداء فلسطين والجزائر. شكرا الأخ إسعد قادري. هنا بالمناسبة ومن هذا المنبر نوجه دعوة إلى السيدة أم جهاد حرم المجاهد الراحل أبو جهاد اللي كانت زارتنا في سنة 2018 بمناسبة ذكرى 30 استشهاد الشهيد الرمز أبو جهاد. هي مناسبة إن شاء الله على المباشر راح نوجه لها دعوة لحضور فعاليات الأسبوع الثقافي والتاريخي القادم يعني في شهر فبراير، وستصل الدعوة عن طريق السفارة في الأيام القادمة لأنها تمثل أسر الشهداء بصفة عامة. تفضل. اسمح لي فقط أريد أن أكرم بتكريم رمزي إلى الحاج محمد طه المجاهد الذي يجمع بين ثورتين فلسطينية وجزائرية وهو الأصل طبعا. بارك الله فيك. وكذلك أنا أريد أن أشكر جمعية مشعل الشهيد وخاصة الأخ محمد عباد على دوره الوطني والقومي الدائم، ومنتدى المجاهد الذي يحتضن كثيرا من أجل فلسطين، وكلنا إن شاء الله من أجل فلسطين. بارك الله فيك. إذا يتفضل الحاج محمد طاهر مع الأخ يسعد. نجيبوها من هيك أستاذ. Bonjour à tous. باسم المجاهد نرحب بالجميع، وعلى رأسهم نرحب بممثل فلسطين وممثل اليمن. نترحم على شهداء كل على أرواح كل شهداء في فلسطين اللي يطيحوا كل يوم، وإن شاء الله العام الجديد يكون عليكم بالنصر والتوفيق. عندي سؤال سيد ممثل فلسطين. سيدي، هل هناك من جديد بالنسبة للشكوى المسجلة في لاكور انترناسيونال سي بي؟ هل هناك من جديد، وهل لكم أمل
يوم ما أن يكون جديد في بهذه الشكوى. شكرا. مع أسف شديد لا جديد وليس لدينا أمل بصراحة. يعني المنظومة الدولية كلها عاجزة ولا تخدم إلا مصالح الغرب، سواء من الأمم المتحدة نزولا إلى المنظمات الإقليمية، سواء محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية. ليس منذ هذه الحرب، لقد رفعنا شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية منذ أكثر من 5 سنوات، ولكن كالمعتاد عندما يتعلق الأمر بفلسطين أو بدول العالم الثالث أو بالمسلمين أو بالعرب كما قال سعادة السفير أو بالأفارقة، فهناك عوار، لأن هذه المنظومة الدولية في الأصل أنشئت لحماية مصالح الغرب، مصالح الكبار. فإذا كانت القضية تتعلق بمصالح الدول الكبار ودول الغرب الاستعماري، فورا تكون هناك سلاسة وسيولة وسرعة في الأداء والإنجاز، وتتم المحاكمة كما حدث في يوغوسلافيا، كما حدث في رواندا، لأن هناك أهداف. ولكن عندما يتعلق الأمر بمحاسبة إسرائيل يقف الجميع عاجزون، لا تعلمون ما الذي يوقف ويعطل. هناك قضايا، هناك جرائم واضحة، هناك جرائم ترتكب أمام عدسات الكاميرات كاملة الأركان. بالمناسبة ما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني في 3 أشهر الماضية يحتاج إلى قواميس جديدة لتكييف هذه الجرائم، لتكييف هذه الجرائم. هناك جرائم ارتكبت ليس لها توصيف قانوني، يعني لما الأجنة في هناك أجنة قتلوا قبل أن يروا الحياة، يعني في جرائم تحتاج إلى توصيف. هناك اختطاف، بالأمس تم اكتشاف أحد الجنود اختطف رضيعة بعد أن قتلت عائلتها، اختطفها وتشاء الظروف أن يقتل هذا الجندي وزميله يعترف بأن هناك اختطاف لرضيعة. لا زالت جرائم خافية، لأن هناك مناطق تحت السيطرة العسكرية لهذا الجيش، العصابات هذا، فهناك أشياء لا زالت لم تكتشف، وهناك حجم ضخم للكارثة لا زال لم تراه الكاميرات ولم تسجله. فصراحة ليس لدينا أي ثقة في أي عدالة قد تأتي من هذه المنظومة الدولية التي منذ بدايات نكبتنا ونحن ننتظر هذه العدالة، ولا يوجد لدينا وهم أنها قريبة أو ناجزة أو سريعة. شكرا. شكرا. أعطيكم الصحة، نتلقى الأسبوع الجاي على 10 كما العادة. شكرا.